ده كلام على الساينسز اوف ذا بريكارديوم. الساينسز اوف ذا بريكارديوم اللي احنا قلنا المسافات اللي بتوسع فيهم المسافة ما بين الفيسرال بريكارديوم والبرايتال بريكارديوم. فأول ساينس اللي هو اسمه ترانزفيرس ساينس، اللي هو مطرح السهم ده، بيقول لك دخل صباعك في الترانزفيرس ساينس اوف بريكارديوم، فبتروح مرجع السبيرو فيناكيفا لورا، ده السبيرو فيناكيفا اهو، وتروح مدخل صباعك من تحت بالمونري ترانك والاسندنج اورتا. يبقى صباعك تخيله تحت زي السهم ده، فصباعك لما يبقى زي السهم ده في الترانسفيرس ساينس، يبقى قدام صباعك اللي هو اسندنج اورتا بالمونري ترانك، ورا صباعك اللي هو سوبيرو فيناكيفا والتو اتريا، ده اللي بنسميه الترانسفيرس ساينس اوف ذا بريكارد. هنا قلبنا الهارت على فكرة على الباك، وباين اهو الصباع ماشي هنا كده، وزي ما احنا شايفين كده in front of the سوبيرو فيناكيفا، وبعدين behind الاسندنج اورتا والبلمونري ايه ترانك. يبقى ده اللي هو ترانسفيرس ساينس اوف بريكارد، ريسس اوف سيروس بريكارديوم behind the ascending aorta and the pulmonary trunk. anteriorly the ascending aorta and the pulmonary trunk, posteriorly superior vena cava with 2A atria. السينس اهو باين الرسمه ايه، الصباع باين اهو كده، شوف ادي صباعك اهو في الاوبليك ساينس اهو، صح، رسمه معبره جدا جدا، باين اهو ادي ده الاسندنج اورتا وده البالمونري ترانك، وادي صباعي ورا الاسندنج اورتا والبالمونري ترانك، ورا صباعي اهو ده السوبيرو فيناكيفا والتو اتري.